اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم استطيع محمد، عضو ب جامعه التلتيس وعضو بمجلس الاقليمي. سي استطيع، اليوم كنت في دوره داخل الجامعه، دورة اكتوبر على ما اظن. دورة اكتوبر درتها في دوجان بير. هذه واقيلا غير دورة استثنائية. دورة استثنائية درتها ديال الجماعة. من ضمن النقاط اللي لاحظنا انه كانت مناقشة ديال المنح الجمعيات. كان عندكم بعض الملاحظات بخصوص هذه المنح هذه. شنو اللي تقدر تقول لنا لان نقول لك كاين بعض الجمعيات اللي ما دايرينش هذاك المسائل اللي دايرين عليها وكيديروهم بانهم دايرين. يعني كيقول لك ملي سولنا الرئيس كيقول لك لا سيدي سير سول الجمعيه انا ماشي شغل. يعني ما يلقى بالجمعيات النشيطه على الورق صافي. على الورق ما كيديروا والو، كاين حتى شي حاجه اللي كيديروها والو. وسمعنا بانه سولتي على جمعيه الخوادره. حسب التصريح ديال هذاك حسب التصريح ديالي، لان انا ما كنصوتش معهم، انا حاسبيني انا معارض في الجامعه، ما كيبغيوش يستافد المركز ديالي، ما كيستافد حتى بحال. احنا غير لتوضيح الامور للراي العام، هذه الجمعيه ديال الخوادره امتى مؤسسه؟ وراء مؤسسه، انا كنت رئيس فيها مؤسسه هذه تقريبا شي نقول لك شي 12 عام. شي 12 عام ولكن ولكن يبدلوا غير الرئيس. ماشي مشكل، ماشي مشكل، كتبقى الاستمراريه ديال الجمعيه. حيت انا حسب اللي سمعت السيد اللي يمكن في الكاتب العام هذاك ولا شكون ديال الجماعه. قال لك خاص وصل ايداع نهائي. وصل ايداع نهائي ما كنطلبوش في هذه الحاله، حيت كاين تجديد ديال المكتب. اذا كان غير وصل ايداع مؤقت راه الجمعيه خصها تستافد. هذاك الشيء اللي قلنا عليه، قلنا له ودي الجمعيه خصها تستافد وحنا غادي نجيبوا لك هذاك. ماشي وصل ايداع نهائي، ما عندوش هو كاع الحق يقول لك هذه القضيه، لان وصل ايداع نهائي بما ان الجمعيه راه ماشي هي الله مؤسسه وهي الله هذه، كان غير كان جمع عام ديال تغيير الرئيس وفايت منها. ماشي مشكل، لان داز واحد ذاك العام انا صيفط لهم وجبت الدوسي وغبروا ثاني ما عطاوها والو. اذا نقدروا نقولوا اليوم حسب اللي لاحظنا بانه على المحيا ديال الاعضاء اللي شاركوا في هذه الدوره بان كان واحد ارتياح نسبي، يعني كنتوا راضين على هذه القرارات اللي اتخذت اليوم. مزيانه. المهم نتمناو انه جميع الدورات تدوز وتخلف في ارتياح ديال ان شاء الله. شكرا لك. شكرا.